بلوطا واش نديرو دوكا باش يتجوزنا مالك في التلفزيون؟ صاحبي حنا سينا تجربه اجتماعيه رفزونا القضيه، دوكا نديرو حاجه يحبوها كاع الناس. ايوا نكلاشيو العباد، ديكلاش في الراب يا الرخله، وحنا كي نديرو لي كلاش يتجوزونا في التلفزيون. ايوا واش يحبوا الناس ماله؟ الغذاء صاحبي، كاين اللي ما يحبش الماكله. ولا غير صاحبي داك ندخل نشوف واش كاين طوندونس في اليوتيوب، نلقى غير شهيوات ام فادي كوزينه رونا، جاوني الضياف والطبق هذا اللي سلكني. زينو زينو ريقل كوكتيل تهضر معايا اخويا، قول لي ايه كاش حاجه ريقل واحد كوكتيل و هاي راحت قاعده ما كان على اعلى ثاني شي وقتك قاع فكرني زينو مش فيه اوكي هذا نروح ليهم بكا انا جاي نروح ليهم شوفهم في قالي من مواقع التواصل الاجتماعي التلفزيون كان عن طريق صديق اسمه عادل شيخ هذا الممثل كنت الحاجه الاولى اللي بديت بها بدينا خدمت بها اسمها المجدي واحد لاسيري اللي هي انظر عادل شيخ اللي هو كان في دور المجدي اسمه المجدي وانا كنت زعما ضميره باش انتقلت من لي ريزو التلفزيون شغل الحاجه الاولى جاتني شويه صعيبه بس كان موالف تليفون وحدي في الدار انتيك نغلط نعاود ما كان بعد كي تروحي للبلاطو راه تلقاي فيه زعما تلقاي فيه بالك واحد 30 واحد ولا مينيموم 30 واحد هذوك اللي كان تغلط نتاعها يعاودوا كاع خدمتهم سي بور سا اللي ولات تجيني صعيبه والحمد لله كي خدمنا اللي خدمنا معاهم الناس اللي خدمنا معاهم كانوا يعاونونا ويموتيفيونا والحمد لله جاز بيا الفرق بيناتهم شغل لعبك في زوج عندهم مميزات في زوج عندهم نقائص شغل ما نقدروش نكومباري بيناتهم باسكو في لي ريزو حاجه اللي بديت بها انا حاجه اللي يعرفوني بها الناس مانغري تليفون عباك كي تكون تخدم تليفون انت هو رياليزاتور تاع روحك انت هو سيناريست تاع روحك انت هو ماكتور انت هو كلش فاهمني دير المونتاج تاعو لي مي في التلفزيون راح تكون اكتر برك تقدر تكونسونطري برك في الدور اللي راك تادي فيه اللي هي هذه افونتاج حاجه مليحه في بار كونتر في التلفزيون راح تعيا شي اكثر ما تقدرش ما عندكش الحق باش تغلط بزاف تغلط خطره زوج يجوزوها لك بصح من بعد تولي شغل تولي تعيي في ناس معاك سي بور سا اللي هذه لا ديفيرونس اللي لقيتها بيناتهم سي نو زعما ما كلش بلاص كيف كيف لا 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 غير شوي عاودنا لقطه عاودناها بزاف كنا انا وعادل الشيخ من الضحك كنا نضحكوا كنا نضحكوا على حاجه تافهه بزاف صاحبك هي هذاك الضحك كان الضحك تاع العيا كنا وقعت شويه 4 تاع الصباح ولا كي تعيا تولي تضحكي بزاف كنا انا وعدونا قاعدين زعما في واحد لا سيكونس في الحبس زعما رانا في حبس التكييف وعاد اللي يقصر هكا يا ما تقول حكمنا الفورير كي حكمنا الفورير نضحك انايا زعما يكون عادل نورمال نضحك انا كنا نورمال يضحك عادل كي نولوا احنا زوج نورمال يضحكوا تاع التكنيك ضربنا واحد 40 مينوت وحنا نضحكوا اجمل سيفينير ليا كان كي خدمت مع الناس كنت نشوفهم تلفزيون كنت انا نشوفهم كنت صغير وبعد تولي تشوفهم قدامك تخدم معاهم بيت العادل شيخ نبيل عسلي بزاف حميد عاشوري مفيدة ياسين حدوش محمد بن داود بزاف ماني خايف ننسى اسماوات ويزعفوا علي عمي صالح وقولوا ربي يشافيه ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يعاود يولي بصحه وعافيه ونخدموا معاه ان شاء الله بيكو هو كوميديا وشغل كي يقولوا اسطوره مدى بيا لو كان ان شاء الله نخدم معاه وربي يشافي ان شاء الله الدور اللي اتمنىكم درتو تاع سبيكتر طاهر صعيب شويه صعيب صح نتمنى يكون لي ريزو سوسيو شوفي دخلتهم انايا كانت بيريود تاع كورونا كاش واش نديرو انا كنت قبل كورونا كنت ديجا شريت كاميرا ما عنديش واش ندير بها كاميرا وني في الدار ما نقدر نصور برا وما نقدر ندير والو حكمت على الكاميرا هذيك خوتي خويا رياض الحي بالمناسبه خويا قمرو قالوا لي تعلم ديش لي فيديو قاعد تعلم ديجا مونتاج من اليوتيوب ثم حكم كاميرا من كتبنا سوجي من درنا لا قصدي احسن عند الناس عجبهم ولاو يموتيفيوني باش نزيد ندير لي فيديو كملت الحمد لله راني اجمل فيديو عندي كاين بزاف صالي اللي نحبو بزاف تاع العيد نحبو بزاف خاطش يما دارت لافوا تاعها معايا في الفيديو يما حبيت نسقسيك معليش واش بيك تاني القاطو وراهو كي دفناتو بو على زوج حبات تاع الضياف تما كي تشوفي فيا مالين يما نشمها برك الحلوه نديها ريحه
روح رفد سنيوه تاع البقلاوه ديها الكواج واسكت عليا. قولي لي دي الاطراف طيبهم يما، خاطر حنا ما نسالوش في البقلاوه هذيك تاع الضياف، حنا نسالو غير لي كوتي. قوم ديها وشوفوا كيفاه.